أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره وتقديره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعمه الدائم لمصر وعلى نجاحه في تنظيم قمة ميثاق التمويل العالمية الجديد بشكل فعال. جاء ذلك خلال مشاركة السيد الرئيس بجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، حيث أكد أنه في عام 2015 كانت هناك قوة دفع في باريس لمؤتمر المناخ. اسمحوا لي هنا أن أنا السيدات والسادة أن أنا أوجه كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على تنظيمه لهذا المؤتمر، وأيضا على صداقته ودعمه لمصر، وده أمر مش غريب على فرنسا الحقيقة. بشكرك فخامة الرئيس، وكان لابد أن أنا أشكرك على ده، شكرا جزيلا. في 2015 كان في قوة دفع كبيرة جدا هنا في باريس لمؤتمر المناخ، ويعني وساعتها قدر وخصص 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة لصالح يعني مساهمة منها في، لأن ده سيتم تكراره سنويا لصالح المناخ، وده كان أمر جيد جدا. وأنا كل اللي هسأله، يا ترى لو احنا كنا نفذنا 100 مليار دولار لمدة 7 سنين لمواجهة تغير المناخ، النتائج في هذا الأمر. بالمناسبة أنتم قادة فكر وقادة رأي وفهم كبير، أتصور أن الفرق كبير جدا بين الخطة وبين تنفيذها، لأن ساعات رغم كل العلم اللي احنا وصلنا له كبشر، إنما عندما نقوم بالتنفيذ نجد النتائج قد تكون أكتر وقد تكون أقل شوي.